السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عندنا شرح حدث الريترو ستارز للمرة التانية، علشان انا في الفيديو التاني لما جبت فيه التسريبات كنت غلطت في شوية حاجات فيه، ماشي؟ فانا النهاردة جاية صح خطأي، ماشي؟ ووصلنا يا جدعان اوفر 134، طبعا شوفوا علشان السكيل بوست، ماشي؟ وهقول لك النهاردة برضو شوية نصايح تعملها علشان حدث ريترو ستارز، فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. ماشي يا جدعان، ولو دخلنا على الاحداث هنلاقي ان حدث السنتوريوس او الرواد اختفى ومجاش بداله حدث جديد، وده ليه؟ ده لان الحدث هينزل يوم الخميس اللي هو النهاردة، عشان احنا الساعة 10، معرفش ممكن الفيديو ينزلك الساعة 1 مثلا او 12، ماشي؟ هينزل الحدث بدل السنتوريوس النهاردة نفس الميعاد اللي هو الساعة 4 الفجر، فأول لما تصحى هتلاقي ان الحدث نزل، ماشي؟ مبدئيا كده جدعان مدة الحدث 28 يوم، ماشي؟ فندخل على الحدث، ماشي جدعان؟ ندخل على الحدث، ماشي. بصوا احنا هنبدأ من اول هنا، ماشي؟ يلا ماشي. بصوا بقى يا جدعان، اول حاجة عندنا ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، ودي اخر حاجة، ماشي؟ طبعا الليفلات دي لو لعبت ليفل، الليفل التاني مش هيقف، لازم تلعب كل الليفلات عادي، ماشي؟ وعندنا برضو الاعلان لازم تتفرج عليه مرتين، ماشي؟ ماشي. وليفل 1 كله يعني بتلعب التدريب ده مرتين، والتدريب ده مرتين، والماتش ده مرتين، ماشي؟ اما باقي اللي تحت ده مرة واحدة فقط اهو، ولا ده؟ بصوا انا متأكد ان اللي تحت ده مرة واحدة فقط، بس هو كاتب هنا مرتين. تعالوا نشوف، ده مرة، وده طبعا مرة. الماتش الهجوم التنافسي والوجه الوجه ده متأكد 100% ان هو مرة، ماشي؟ فليفل 1 مع الليفل 1 اللي هو ده وده وده، ماشي؟ ده ليفل 1، ماشي؟ مع دي كلهم هتلعبهم مرتين، ماشي؟ فده اول حاجة. ولما تجمع، بص النقط دي وهي النقط الأساسية بتاعت الريترو بوينتس، ماشي؟ دي نقاط الريترو ستارز، ماشي؟ هقولك دلوقتي هتعمل بيها ايه، ماشي؟ ده بقى لما بتاخده، لما بتجمع منه 12 هتقدر تفتح حاجة من الاتنين، يا الباكج ده يا الباكج ده، وده يوميا يعني لازم كل يوم. يعني انت لو جمعت 24 لا مش هتقدر تفتح ده مرتين او ده مرتين او هما الاثنين مع بعض، ماشي؟ فدي اول حاجة. وطبعا يا جدعان البتاعات دي ما كنتش فاهمها، بس الحمد لله دلوقتي فهمتها. بصوا الحاجات دي، استنوا بس لحظة يا جدعان، ماشي؟ الحاجات دي لو سألت ليه هي مش هقدر العبها دلوقتي، هقولك اللي انت يوم الخميس ويوم الاثنين هتاخد 10 تذاكر، ماشي؟ فين؟ ماشي، هتاخد 10 تذاكر اللي هي التذاكر دي، ماشي؟ التذاكر دي هتلعب بيها المباريات دي، ماشي؟ وعلى حسب ما تفوز على حسب هتعلف ده، ماشي؟ يعني انت لو جبت اعلى حاجة وفزت في كله هتاخد الحاجات دي، ماشي؟ اللي هو السكيل بوست 530 و1000 جوهرة و10000 و10 مليون كوينز، ولاعب من 108 لحد 115، ودي طبعا اقل حاجة، ماشي؟ فانا ان شاء الله هبقى احاول اكتشف جليتش، ماشي؟ بس نشوف بس، ماشي؟ هبقى احاول ان انا اكتشف جليتش اللي احنا نفوز بالمباريات دي، بس الجليتش اللي انا بعمله بحط لعيبة كلها برونزية في الاحتياط، ماشي؟ كلها برونزية في الاحتياط، فبيقلل لي الاوفر، فبلعب بواجه ناس قليلين فبفوز عليهم، ده جليتش من الجليتشات اللي انا بعملها، ماشي؟ فين؟ ماشي.
كنت قلت لكم بقى يا جدعان هقول لكم النقط دي بتعملوا بيها ايه. ماشي، تعالوا هنا هنيجي عند القسم ده. طبعا احنا شرحنا كده اول قسم، ده تاني قسم اللي رسميا هتاخد في ريفالدو باوفر 112. ماشي، طب ليه طيب المسارات ده وده واخر واحد مش مفتوحين معايا؟ انا هقولك دلوقتي ليه. انت دلوقتي تقدر تمشي في ده، ماشي، وده عادي لحد اما تخلصهم. لما تخلص لحد هنا، لما تخلص لحد هنا ماشي، هتاخد الباكج ده 110 وال111. ماشي، نتأكد. ايوه، هتاخد الباكج 110 والباكج 111 لما تخلص الاتنين دول اللي هو بصوا ده وده. ماشي، هتقول لي طيب ليه الباقيين مش هيتفتحوا؟ هقولك. ماشي، وفايدة المباريات دي لما بتخلصها دي طبعا هتتفتح بعد 7 ايام. ماشي، ودي هتتفتح بعد 14 يوم اللي هو اسبوعين، ودي هتتفتح كمان 21 يوم اللي هو 3 اسابيع. يعني انت رسميا هتخلص المسار في 21 يوم. هتقولي ازاي؟ هقولك اللي انت محتاج بالظبط 1500 من العملة علشان تجيب ريفالدو. ماشي، لو شفنا هنا، ماشي، اول حاجة هنا بيديك 300 وهنا بيديك 500، يعني 800. ماشي، وهنا بيديك 700، يعني 1500. فانت بعد ما تخلص الحاجات دي هتعرف تجيب ريفالدو. ماشي، ولما يتفتح ده لما يتفتح ده برضو هيتفتح. ماشي، ولما يتفتح اللي هو التاني ده، ماشي، ده برضو هيتفتح. ماشي، ولما يتفتح الاخير اللي هو في الاسبوع التالت اخر واحد هيتفتح وهتقدر تجيب ريفالدو رسميا. ماشي، وعايز اقول لكم يا جدعان ان شاء الله تطوير التشكيلة هيكون بعد 21 يوم علشان نكون جبنا الاسطورة ريفالدو. ماشي، نيجي بقى للقسم التالت. ماشي، القسم الثالث عبارة عن هدايا انت بتاخدها. ماشي، مبدئيا كده يا جدعان نروح هنا. هنا يا جدعان انت بتدوس على اي حاجة بيجيلك كلمة فري بتدوس عليها. انا بس عشان اخدت الايموجي ده فلو دوست مش هيعمل لي اي حاجة، اما انت لو لسه ما اخدتش ولا ايموجي، وده طبعا يوميا هتاخد كل حاجة كل يوم واحدة. يعني مثلا دي انا اخدت دي، وبعديها مثلا هاخد دي، وبعديها دي، وبعديها دي، وبعديها دي، لحد ما اخلص كل الايموجيز. ماشي، وكل الحاجات طبعا، كل المكافآت. ماشي، ودي ليها عملة معينة اللي هي العملة دي، وانا هقول لك دلوقتي انت بتجيبها منين. هتدخل هنا، هتروح هنا، هتلاقي ان في الكويست او المهام تقدر اللي انت تجيبها هي العملة دي. ماشي، هتقول لي انا محتاج منها كام. هقول لك محتاج منها 5 علشان تفتح باكج واحد. ماشي، انا معرفش هو فيه تقريبا كام باكج، تعالوا نشوف. في 3 6، ماشي، في 9 9 و5، يعني حوالي كده 45. انت محتاج 45 نقطة من النقط دي علشان تختم الواحدة. ماشي، الواحدة منهم. ماشي، يعني علشان تختم الاتنين محتاج حوالي كده 90. لأ استنوا يا جدعان، ماشي، محتاج 135 عشان تختم التلاتة دول. ماشي، ولما تخلص اول واحدة اللي هي دي هتتفتح معاك تاني واحدة، ولما تخلص تاني واحدة هتتفتح معاك اخر واحدة. ماشي، نيجي بقى لاخر قسم في حدث الريترو ستارز. ماشي، اول حاجة في القسم ده هتلعب المباريات دي عادي، بس لما تلعب هيخيرك بين تشكيلتين، تشكيلة فيها هالاند والعويران وفولر وناس تانية، وتشكيلة فيها كريستيانو ومولر وكفاراتسخيليا. ماشي، عموما هما تشكيلتين. ماشي، وبعد ما تخلص هتفتح الباكج ده على حسب حظك، زي ما شفتوا طبعا على حسب حظك ممكن يجي لك لاعب 117. ماشي، زي ما انا قلت في العنوان رسميا اللاعب 117 مجاني للجميع. ماشي، بس على حسب حظك، انا ما كدبتش. ماشي، وفي الباكج ده، معلش بس صوت،
ماشي. وفي الباكج ده يا جدعان، لما تخلص من دي، لما تفتحها 20 مرة، وانت بتفتحها كل يوم مرة، يعني محتاج حوالي كده 20 يوم علشان تاخد الباكج ده. وده طبعا على حسب حظك هيطلع لك لاعب من دول. انا عن نفسي بفضل ان يطلع لي فخر الجزائر وفخر العرب رياض محرز، ماشي. ودول بقى جدعان اللاعبين اللي نزلوا، ماشي. نيجي بقى للمتجر، ماشي. المتجر طبعا فيه حاجات جديدة نزلت غير الباكجات، انا مش هشرح الباكجات اللي هي بتاعت الناس اللي بتشحن فيفا بوينتس، ماشي. لو رحت هنا، ماشي، ونزلت، لا مش هنا، لو رحت عند الريترو ستارز هتلاقي اللي انت تقدر تبدل عملة الاساطير بعمل الريترو ستارت، الريترو بوينتس او الريترو ستارت، ماشي. هتقدر تبدلها. انا بدلت، كان معايا 100 نقطة، بدلتهم، ماشي. وبرضو يا جدعان هتلاقي ان عملة التصريح تقدر اللي انت تبدلها في هنا في الستار باس هنا، طبعا على حسب انت عامل اللعبة ايه، ماشي. اهو زي ما انت شايف هنا، ماشي. طبعا اللي دخلني، ماشي ماشي. وفي برضو باكجات للجواهر وعودة الأفضل في اليو سي ال، ماشي. بس طبعا للأسف يا جدعان بالفيفا بوينت مش بالجواهر، ماشي. وفي هنا باكجات بالجواهر برضو على حسب حظك، ماشي يا جدعان. بس ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.